السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحب بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعرف فيه إلى طريقة الوصول إلى المنشورات القديمة في أي صفحات كيفما كانت. للإشارة فقط، فهذه الطريقة فهي جميلة جدا. يمكنك أن تقوم باستخراج أو العودة إلى المنشورات القديمة التي قمت بنشرها في بعض السنوات ك 2013 2014 إلى أن انتهت في 2015. سأريك الطريقة، فهي سهلة جدا. ستقوم بالدخول إلى صفحتك على الفيسبوك على هذا الشكل، ثم تذهب مباشرة إلى هنا. ستجد السنوات كما ترون 2015 2014 2013. هذه هي السنوات التي قمت بإنشاء حساب الفيسبوك والسنوات التي مضيتها على حساب الفيسبوك كما ترون 2015 2014 2013. الآن سنقوم بالبحث عن المنشورات التي قمت بنشرها في سنة 2013. تقوم بالنقل هنا. جيد، مباشرة سيذهب بك إلى 2013 هنا كما ترون، يعطيك المنشورات القديمة، وهنا ستجد المنشورات التي قمت بنشرها في تلك السنة بالضبط. لنرى سنة 2014 كما ترون هنا، يعطيك أيضا السنة، وكذلك يعطيك المنشورات التي قمت بنشرها في تلك الفترة بالضبط أو تلك السنة كما ترون هنا، مجموعة من المنشورات. وهنا يمكنك أن تقوم بتحميلها أو يمكنك أن تقوم بإعادة نشرها بعمل لها بارتاجي أو شيء من هذا القبيل. وإلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وهذه الفكرة الجميلة حتى تتمكنوا من الوصول إلى المنشورات القديمة التي قمتم بنشرها مسبقا. وشكرا على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على قناتي للمزيد من الفيديوهات، وشكرا على المتابعة. إلى دروس قادمة إن شاء الله.